بسم الله الرحمن الرحيم. في 52 دقيقة من النقاش والحوار نبحث أسئلة تحديث الفكر الديني في الفضاء الإسلامي، سياقات التبلور وأدوات المقاربة، ابتغاء استدعاء السياقات التاريخية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تم فيها تشكل وتدوين وترسيم المعارف الدينية الإسلامية، وكذا استرجاع المسارات البيداغوجية والتاريخية التي مرت بها تلك المعارف قبل أن تبلغ عند بعض اللاحقين درجة من التنميط، تحولت معها إلى سياقات عقائدية تم تقديسها واتخاذها ذرائع للتصدي لكل محاولات التجديد. هذه النقاط نحاول الإجابة عنها مع كل من السادة الأفاضل، بدءا بالسيدة الدكتورة نعيمة إدريس، أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة قسنطينة. أهلا وسهلا بك سيدتي. أهلا بك، سعداء بك في هذا العدد الخاص. وأنا أيضا جد سعيدة. كذلك لا يفوتنا أن نحيي رجل الظل الواقف وراء هذا الملتقى، الدكتور سباعي الأخضر، رئيس اللجنة العلمية للملتقى. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. سعداء بك. ونحن أسعد، بارك الله فيك. الله يسلمك. ومن خلال هذا البلاطو نحيي كذلك الدكتور خليفة محمودي، رئيس قسم الفلسفة جامعة وهران 2. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. سعداء ونتشرف مرة أخرى باستضافة الدكتور عبد القادر بوعرفة، مدير وحدة البحث جامعة وهران 2. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. نتشرف بهذه المرافقة وبهذه الصحبة وبأستاذ الأجيال. ونحن كذلك. الله يسلمك سيدي الكريم، سعداء بك. إذن نبدأ النقاش حول هذه الأسئلة، أسئلة تحديث الفكر الديني في الفضاء الإسلامي، سياقات التبلور وأدوات المقاربة، مع الدكتورة نعيمة. دكتورة نعيمة، في سبيل البحث لابد لنا من تشخيص لواقع الفكر الديني في عصرنا هذا من خلال بعض النماذج حتى يتأتى للباحثين وللمشاهدين فهم بعض الأمور التي نحاول الاشتغال عليها في 52 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أشير إلى أن هذا الملتقى بإشكاليته المثقلة المعبأة بالمفاهيم، الملتقى جاء في توقيت جد حساس، لأننا فعلا نحتاج إلى مدارسة الفكر الديني، وبالتالي تحديث أسئلة الفكر الديني يعتبر ضرورة ملحة في وقتنا الراهن. السؤال لماذا؟ والذي يقودنا للإجابة على سؤالكم وهو التشخيص. فعلا نعيش وضعا دينيا لا أقول متأزما أو متخلفا، ولكن فيه العديد من الأمراض، وهذه الأمراض تحتاج إلى علاج، والعلاج يحتاج قبل ذلك إلى تشخيص. نحن مجتمعات دينية بامتياز، عندنا العاطفة الدينية القوية، ولكن هل هذا المسار الديني يسير في سياقه الصحيح؟ هل أحكامنا الدينية هي فعلا أحكام صحيحة؟ نلاحظ أن الجميع يتحدث في الشأن الديني، مثقف غير مثقف، متعلم غير متعلم. لماذا؟ لأن المسألة الدينية مسألة ذاتية، مسألة وجدانية، مسألة جد حميمية. الموقف الديني نعيشه يوميا من خلال أداء العبادات، من خلال الامتثال الأوامر والنواهي الدينية. إذن الديني هو أمر يومي، خاصة بالنسبة للمسلم. أضعف الإيمان 5 أوقات للصلاة، يأتي رمضان سوف نصوم واواوا. لكن هذا المشهد الديني كما قلت توجد به الكثير من الإشكالات، توجد فيه أشياء في الحقيقة لا تمت للدين الصحيح بصلة. ولهذا الموقف الديني وخاصة من الناحية الفكرية يحتاج إلى إعادة نظر، إلى دراسة،
إلى نقد، أقول نقد لما لا، يحتاج أيضا إلى إحياء أشياء كانت جيدة ويعني غابت بفعل مرور الزمن. كل هذا كما قلت من خلال مجموعة من المفكرين ليسوا من الجزائر فقط، لأن الملتقى منفتح على كل الأفكار في العالم الإسلامي. يمكن أن نتحدث مثلا كما رأينا يعني في صبيحة الغد انطلاقا من مفكرين تونسيين، يمكن أن نتحدث من مفكرين جزائريين أو مشارقة إلى غير ذلك، حتى يوجد انفتاح على الفكر الشيعي الإيراني إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن كل هؤلاء يشتركون في شيء اسمه الفكر الديني الإسلامي، وبالتالي كل الاجتهادات تحاول أن تصب في نفس السياق لتجد حلولا لهذه الإشكالات. شكرا سيدتي نعيمة. عفوا. أعود إليك دكتور الفاضل. عند البحث عن سياقات التجديد يدفعنا هذا إلى استدعاء الحديث عن إحياء وعن تجديد الفكر الديني. ترى ما هي المفاهيم التي يجب أن نضبطها حتى نتمكن من ولوج الحديث عن أسئلة تحديث الفكر الديني في الفضاء الإسلامي؟ أستاذي الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. بودي أولا أن أعود إلى فكرة تنظيم هذا الملتقى الذي اخترنا له عنوانا، نراه لا يزال يمتلك المشروعية و يعني الأهلية لأن يطرح، خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها الأمة العربية الإسلامية في ما يتعرض له جزء من جسم الأمة العربية الإسلامية، الجغرافيا العربية الإسلامية، وأقصد الإبادة التي يتعرض لها إخواننا في غزة. الظرفية هذه لا تختلف عن ظرفية سابقة صاحبت عملية تجديد ومحاولة تجديد الفكر الديني منذ اللحظات مر بها العالم الإسلامي، بدءا من شبه القارة الهندية مع مجتهدين في تقريب الفكر الديني من متطلبات الراهن والزمن أنذاك في شبه القارة الهندية مع محمد إقبال وسيد أحمد خان وغيرهم، مرورا إلى البلاد العربية في مصر تحديدا مع الشيخ محمد عبده والشيخ أفغاني، وامتدادات هذا الاتجاه في الجزائر مع جمعية العلماء المسلمين وغيرهم. إذن هذه السياقات لا تزال تتكرر في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، الأمر الذي يجعلنا نقول أن الفكر الديني يجب أن يجدد أدواته ويجدد مفاهيمه للاستجابة لتطلعات الإنسان المسلم في السياقات المختلفة من أجل يعني التأكيد على الوظيفة الأساسية للدين. هذه الوظيفة التي نجد أدق تحديد لها عند الإمام الشاطبي إمام المقاصد عندما يقول أن الشريعة غايتها خدمة مصالح العباد، وبالتالي نحن إذ نطرح هذه الأسئلة للنقاش، أسئلة تحديث الفكر الديني، نطرحها من أجل تعزيز وظيفة الدين في أداء مهامه الأساسية على جميع المستويات وعلى جميع التمفصلات التي تجعلنا يعني نبرر لماذا أسئلة وليس سؤال. فالدين كما سبق أن أشارت زميلتي الأستاذة نعيمة أنه نحتاجه على مستويات عديدة في حياتنا، بدءا من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة، في على مستوى البرامج التربوية، على مستوى الحياة الاقتصادية، دائما نراعي موقف الدين. ويجب أن ننتبه أيضا إلى أمر تاريخي في تشكل الفكر الديني في حد ذاته، أن العلماء المسلمون في بناء مذاهبهم وفي تطور فكرهم كانوا يقرون بأن المعارف هذه تخضع للتطور. فالفكر الديني يقر من طرف أو تم إقرار قابليته للتطور من طرف أئمة المذاهب، وبالتالي نحن اليوم عندما نطرح هذه الأسئلة ينبغي أن نطرحها بكامل المسؤولية الأخلاقية
في ضرورة النقاش بين مختلف يعني الباحثين في تخصصات مختلفة، وبالتالي هذا الملتقى كان يهدف بالأساس إلى تجسير الهوى بين الباحثين في العلوم الدينية والشرعية والباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية ضمن ما سميناه أو ما يطلق عليه اليوم بالرؤية التكاملية، التي تجمع بين أدوات من علوم مختلفة في معالجة الظاهرة الواحدة، والهدف دائما هو الفهم الموضوعي لتأكيد أو لتمكين الدين من أن يؤدي وظيفته بالطريقة المأمولة. شكرا دكتور سباعي الأخضر. أقف معك دكتور خليفة محمودي لنبحث العنوان، فنعود إلى أسئلة تحديث الفكر الديني في الفضاء الإسلامي، سياقات التبلور وأدوات المقاربة. لماذا تمت صياغة العنوان بهذا الشكل؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتأى القائمون على الملتقى أن يجعلوا العنوان بتحديث الفكر الديني وليست حداثة الفكر الديني. يجب أن ننبه القارئ أو المستمع أن فكرة التحديث الديني لها أبعادها التاريخية من الناحية التأسيس، ولها أبعادها من الناحية اللغوية. مثلا لو نعود إلى لسان العرب لابن منظور، نجد أن التحديث بمعنى حدث الشيء، بمعنى جدده وجعله مواكبا لعصره، وبالتالي ارتأينا أن نضع التحديث بدل الحداثة لمجموعة من الأسباب. الأولى لبعده التاريخي ولبعده المعجمي العربي، وكذلك لبعده العملي، لأن فكرة التجديد كما قال الأستاذ سباعي لها في بعدها التاريخي تبدأ من المذاهب الأربعة الأولى. لو لم يكن هناك تجديد ديني، تجديد الفكر الديني، لبقينا على مذهب واحد، ولكن هذا التنوع يؤدي إلى أن التجديد هو ظاهرة ضرورية، وهذه الضرورة تقتضيها التاريخية اليوم. مثلا نحن عندنا الآن حينما نقرأ مثلا لابن كثير، تفسيرات ابن كثير أو غيره، نجد أن التحديثات أنه حينما قال بالتفسير أو شيء قال لعصر معين ولأنماط معينة. إذا نحن في وقتنا المعاصر يجب أن يكون التحديث وفق ما يقتضيه العصر، لكن هذا التحديث لا يعني القطيعة ولا يعني التجاوز، وإنما يعني الشيء الجديد في هذا المجال. لهذا ارتأى القائمون على الملتقى أن يسموه بفكرة تحديث الفكر الديني، أي هناك ضرورة ملحة لإعادة إحياء التراث الإسلامي وتجديده وفق مقتضيات العصر. شكرا دكتور خليفة محمودي. أعود إليك أستاذ الأجيال وأبحث معك تاريخية هذا الكلام، فبطبيعة الحال لكل أمر كرونولوجيا أو تاريخية، فما تاريخية التحديث ضمن الفضاء الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وكفى، والصلاة على المصطفى، أما بعد، سأنطلق أول الأمر من مقولتين مأثورتين. أولهما: يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها. هو ليس بحديث وإنما هو قول مأثور. والمقولة الثانية المأثورة هي لمالك بن أنس رضي الله عنه حين قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. وهذا إقرار لمالك بن أنس الذي كان قريبا من عصر الرسول أن كل أمة تحتاج إلى عملية إصلاح أو إلى عمل التجديد. وعندما ننظر إلى المقولة الأولى، يبعث على رأس كل سنة في الأمة من يجدد دونها، بمعنى ذلك أن المجال الزمني يستدعي بالضرورة أن نحدث جملة من التجديدات ومن التحديثات التي تمس موضوعا مخصوصا. بمعنى آخر، موضوع التجديد أين؟ ما مجاله؟ وهو سؤال رئيس. هل نحن نريد أن نجدد في النص المؤسسي أم نجدد في النص الموازي؟ وهنا يجب أن نكون لدينا حذر إبستيمي حتى لا نقع في مزالق فكرية وعقدية. النص المؤسس لا غبار عليه، ونقصد به القرآن والسنة النبوية.
إذن التجديد في أين؟ يكمن في النص الموازي الذي فهم النص الأول أي النص المؤسس وأوله وفسره واستقى منه الأحكام، لأن العيب في الإنسان الذي مارس أو أن العيب يوجد في الإنسان الذي يمارس عملية الفهم أو التفسير أو التأويل أو الاستنباط. بمعنى آخر أن التجديد لا يمس النص الموازي وإنما النص عفوا النص المؤسس وإنما يمس النص الموازي. عندما نقوم بهذه التشريح سيصبح لنا أن أول اجتهاد أول تجديد وقع بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لو أخذنا مثلا سقيفة بن ساعدة من منظوره تجديد، لأنه اختلاف حول من يحكم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الاختلاف لا يوجد فيه نص وبالتالي إذن اختلافهم كان رحمة، وكلهم رأى هذه المسألة من وجهة نظر. وعندما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة بعد أبي بكر قال إنما كان أبو بكر له منهج في الحكم وأنا لي منهج آخر، فهذا تجديد. ولما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه قال إن ونبايعك على أن تسير فينا سيرة الشيخين، فقال أما القرآن والسنة فنعم، أما سيرة الشيخين فلا، فهما اجتهدا وأنا سأجتهد. بمعنى ذلك أن التاريخية أو تاريخية التجديد أنها بدأت منذ وفاة الرسول عليه والسلام، ولكنها كانت تجديد ليس بمعناها اليومي الذي نشاهده اليوم أو الذي نراه اليوم، إنما كان تجديد تقريبا أقرب إلى الفطرة البشرية، كان تجديدا نابع من فهم بسيط للعقيدة الإسلامية. لكن متى بدأ التجديد الذي نريده الآن؟ حينما تأزم الفكر الإسلامي. هناك قبل أن أنطلق إلى تاريخية الكرونولوجيا الفكر الإسلامي في دين، لابد أننا نميز بين عملين. عندما نقول الفكر الديني فنحن نقصد الإنتاج البشري، وبالتالي نحن لا نناقش المسألة الإلهية، ما قاله الله سبحانه وتعالى كلفظ هذا لا يخصنا، نحن لا نجتهد في القرآن كلفظ، وإنما نجتهد في المعنى الذي فهمه الإنسان حينما نظر إلى القرآن كنص أو عندما نظر إلى السنة. بمعنى الفكر الديني هو ماذا؟ هو جملة الأنشطة العقلية والذهنية التي أنتجها العقل البشري المسلم في تعامله مع النص المؤسس. إذن المشكلة هنا أننا لا أنا لا أخالف النص المؤسس عندما أنتقد، وعندما أريد أن أجدد إذن أنا أجدد الفهم البشري. إذن من هنا نطرح السؤال، متى بدأ التحديث بالفعل؟ إذن أعتقد أن التحديث بدأ منذ لحظة الرسول، ولكن بدأ فعليا عن طريق المقايسة الفكرية والنمذجة المنطقية في العصر العباسي بالخصوص أو عصر الازدهار. لماذا؟ أولا كان الفكر الإسلامي قد انتشر انتشارا رهيبا، ودخلت أمم كثيرة الإسلام، وعندما دخلت هذه الأمم الإسلام إذن كثرت الفهومات، وأصبح الفكر الإسلامي مشبعا بثقافات غير إسلامية. بمعنى كان لابد إذن أننا ندخل في عمل التحديث حتى نستطيع هذه الثقافات الوافدة يستوعبها الإسلام ككل، وهذا الكنه التجديد، بمعنى أننا نجدد حتى لا نقصي الآخر الذي أسلم أو هذا الذي يجاورني. وبالتالي بدأت كانت أول حركة ممتازة في التحديث والتجديد رغم أنها لم يكتب لها النجاح هي حركة المعتزلة، لأن حركة المعتزلة هي أرادت أن تقول أن العقل والنقل ينبغي أن نضعهما في سياق تاريخي، العقل سابق عن النقل وعليه أن يكون النقل مؤطرا من قبل العقل، وليس النقل هو الذي يؤطر العقل باعتبار عامل الزمن. نحن قد نختلف معهم في الأسس النظرية والمقدمات والقواعد الخمسة، ولكن نقرهم على أنهم أحدثوا تجديدا في الدين. ثم بعد ذلك جاءت حركة أهل الحديث، بعد ذلك أهل الحديث جاءوا كرد فعل ضد علم الكلام، فأحدثوا كذلك شيئا إيجابيا، وهما أنهم مثلا نقلوا الحديث من الشفوي إلى التدوين، ولم يكتفوا بذلك إنما أحدثوا منهج الجرح والتعديل، فهذا في حد ذاته تحديدا وتجديدا. الجرح والتعديل لم يكن معلوما، ولكن في القرن الثالث هجري والقرن الرابع هجري إذن مورست
الجرح والتعديل إذن فكان في وقته عبارة عن اجتهاد رائع جدا وتحديث. هذا جزء يسير من الكرونولوجيا العامة لعلم التحديث في الفكر الديني. ربما هناك ما يكملها عند الأستاذ الأخضر عندما يحدث عن الرؤية التكاملية في معالجة أسئلة التحديث في الفكر الديني في الفضاء الإسلامي. بالضبط، عطفا على ما ورد على لسان الأستاذ بعرفة فيما يتعلق بتجديد الفكر الديني في حقل من حقوله، وأقصد تفسير ما يتعلق بتفسير النص الديني، وتفسير يعتمد مجموعة من العلوم الأخرى كعلم أسباب النزول والحديث وعلم القراءات وغيرها من العلوم التي يحتاجها المفسر. في اللحظات يعني المتأخرة أو في اللحظات التي برز فيها سؤال التجديد كسؤال مفصلي خاصة مع محمد عبده واللاحقين من بعده في الجزائر وفي تونس وفي غيرهم من الفضاءات الإسلامية، يعني استدعت الحاجة للاعتماد على علوم جديدة، علوم إنسانية واجتماعية ومعارف أخرى تقدمها حقول أخرى في فهم النص الديني. كان ذلك مع محمد عبده ومع طاهر بن عاشور المجدد إمام التجديد في المقاصد، الذي يعني كان يؤكد على ضرورة توظيف علوم ومعارف العصر في فهم النص الديني وجعله أكثر استجابة للمتطلبات الراهنة. بالتالي هذا الملتقى يطرح هذه المسألة. بالنسبة لعلم آخر خاض فيه وجدد فيه محمد عبده عندما كتب رسالة في التوحيد، وبالتالي حتى المسائل المتعلقة بالعقيدة يمكن أن نجدد خطابنا فيها. التصورات التي أنتجها علم الكلام الكلاسيكي هي تصورات سيقت في سياقات تاريخية معينة، كانت توجه إلى مجتمع معين، لكن اليوم نحن مطالبون ليس في أن نجدد أصول الدين، وإنما أن نجدد خطابنا حول هذه الأصول من أجل أن تكون أكثر فاعلية في تربية الناس، في الاستجابة لمشكلات عديدة نعانيها أو نطرحها يوميا وتتطلب حلا فيما يتعلق بالعقيدة. خذ مثلا التصوف. التصوف الذي نتج في سياقات تاريخية واجتماعية معينة ليس هو التصوف الذي نحتاجه اليوم. نحن اليوم نحتاج إلى أن نتصوف ونحن في أماكن العمل، في وظائفنا المختلفة، كيف نتخلق بخلق المتصوف. المتصوف في أو التصوف في تجربته التاريخية كان مرتبطا بهذه السياقات، اليوم سياقات أخرى. إذن التصوف اليوم يستطيع أن يلعب دورا كبيرا في تأكيد وظيفة الدين السامية في الارتقاء بالروح، في تحقيق القيم الدينية بشكل مختلف عن التصوف الكلاسيكي. نأخذ علوم أخرى كثيرة. إذن اليوم عندما نتحدث عن هذه الأسئلة فيه مجتهدين، فيه مجددين، لكن لم ترقى هذه العملية إلى أن تحقق طموحات الإنسان المسلم في يعني جعل هذا الدين الذي أدى وظيفته بشكل أفضل في العهود السابقة. مطالبون نحن اليوم كمنتمين إلى هذا الدين أن نؤكد دوره الريادي. وللأسف الشديد حينما نقارن مثلا بين التجديد الديني في شبه القارة الهندية والتجديد الديني في البلاد العربية الإسلامية، يمكن أن نقر بأن ثمة نجاح معين أو على مستوى ما في شبه القارة الهندية مقارنة بالتجديد في العالم العربي الإسلامي الذي يشهد المزيد اليوم من التمزق. سؤالنا ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الدين أو يلعبه الدين في علاج هذه المشكلات يعني الأزمات التي نعانيها، وهي للأسف الشديد يعني تزداد تعقيدا وتزداد
يعني تأزما. وهذا الأمر هذا الكلام ما ستجيب عنه الدكتورة نعيمة، ما هو الدور الذي سيلعبه الدين في هذا التحديث، أو بصيغة أخرى كيف نفعل النص الديني مع الواقع المعاصر واقع المعاش؟ سؤال جميل جدا، وكأن بالأستاذ الأخضر هو الذي سألك. نعم، أوحى لك بالسؤال. طبعا عطفا على ما قال زملائي، يعني عندما ننظر إلى رسالة الإسلام الأولى عندما جاء الوحي في شبه جزيرة العرب، ونعرف أن تلك المرحلة وصفت بالجاهلية، يعني العربي في ذلك الوقت لا علوم ولا فنون ولكن قليل من الحكمة والشعر، هذا ما امتلكه عرب الجزيرة. لكن عندما أتت الرسالة، رسالة الإسلام، وفعلت هذا المجتمع، انتقل من حال إلى حال يعني أخرى، مفارقة عجيبة، انتقال من الضعف إلى القوة، من الجهل إلى النور. السؤال، لماذا المسلم في ذلك الوقت رغم شح الوسائل، رغم يعني الطبيعة إلى غير ذلك من المعيقات، ولكن تمكن الشاب المسلم في ذلك الوقت وهو حديث عهد بالإسلام إلى أن يقود الجيوش، إلى أن يفتح العالم، إلى أن ينتقل من طور نستطيع أن نقول عنه حتى أنه بداية إلى طور حضاري نشيد به إلى هذه اللحظة؟ لماذا يفتقد المسلم الحالي إلى هذا التفعيل لدينه وإسلامه؟ هذا هو ما يتحدث عنه هذا الملتقى، يعني في مقاربات عديدة. الآن كما ذكرت سابقا، كلنا نقول مسلمون، ولكن كلنا نعيش أزمة التخلف، أزمة الضعف، أزمة التكنولوجيا، أزمة التقنية، أزمة العلوم، أزمة الفنون، وفي نفس الوقت نلوم أنفسنا. لماذا نلوم أنفسنا؟ لأنه يفترض أننا كمسلمين لا نكون في هذا الدور الحضاري المتخلف. المسلم يفترض أن يكون في الصف الأول، يعني كما يقول عزة بيغوفيتش، يعني مقولة هذه شدتني كثيرا، لا يمكن أن يكون المسلم مسلما حقا ولا يكون متحضرا، يعني ربط بين مصطلح الإسلام والحضارة. ونفس السياق سار فيه يعني سابقا كما نعلم أستاذنا الراحل مالك بن نبي. إذن هذا المسلم يمتلك هذا الدين الخاتم، يمتلك عقيدة التوحيد بقوتها، يمتلك تراثا عريقا ساميا، ومع ذلك يعيش هذا الوضع. إذن نحن بحاجة فعلا إلى إعادة قراءة، إعادة قراءة. ونحن أمة أقرأ، وأول كلمة نزلت يعني في الوحي النبوي هي اقرأ باسم ربك. إذن ما معنى إعادة القراءة؟ هل ندعو إلى القطيعة مع القراءات السابقة ونلغيها لأنها لم تعد يعني تلائم عصرنا هذا، أم نحاول أن نحيي، نحاول أن نرمم، نحاول أن نضيف؟ لماذا؟ لأن عملية تحديث أسئلة الفكر الديني، وأشير إلى التدخل الذي ذكره يعني الأستاذ، الفرق بين التحديث والحداثة، هناك فرق. يوجد من يحاول أن يطرح أسئلة دينية تجديدية لكن وفق مسار حداثي يختلف تماما، وفق نمط غربي، يعني تسليط نقد على التراث وعلى النص، وعلى النص القرآني تحديدا، بهدف الوصول إلى نفس النتائج عندما سلط النقد على الكتاب المقدس، ونصل إلى نفس النتائج أن القرآن ليس بوحي وأنه نص تاريخي، وتجري عليه نفس مقاربات يعني الدراسات النقدية الغربية التي تمت على الكتاب المقدس. احنا بعيدا عن هذا الطرح، بعيدا تماما كما ذكر الأستاذ بوعرفة، نحن نريد فتح باب الاجتهاد، هذا الذي يعني نستطيع أن نقول باب القصيد والهدف الرئيس، لأنه الاجتهاد غيب، دخلنا في مرحلة سبات، في مرحلة كسل، في مرحلة استسلام لهذا الوضع إلى غير ذلك من المثبطات. لكن لو نفتح باب الاجتهاد ونعود إلى القراءة، ما معنى القراءة؟ القراءة هو اتصال بشري إنساني بالنص الموحى به، هذا نص، لو يبقى هذا المصحف أو هذه النسخة في الرف سوف تكون ساكنة جامدة لا دور لها، لكن عندما ألتحم معها أنا كقارئ
كمتأول كمؤول كأمارس عليها فعل تأملي، قد أخرج بشرح جديد، قد أخرج برؤية جديدة، خاصة إذا اجتهدت ووظفت آليات متعددة. والآن الحمد لله العلوم الإنسانية تتيح لنا مناهج كثيرة في الفهم وفي التفسير وفي التأويل. إذن كل ما وظفت هذه الآليات سوف تنفتح، سوف تتفتق لي فهمات وقراءات جديدة تكون فعلا أكثر ملائمة لواقعي، لأن واقع المسلم الآن والتحديات والأسئلة ليست هي نفسها التحديات السابقة. الآن عندما نطرح مثال في البيوإتيقة خاصة، يعني وما يجري من جراحات تجميل وما يجري من كذا من كذا، يعني في 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 اقتراب الطب للجسد البشري، لكن هل هذا الاقتراب مسموح به كيف ما شاء أم هناك ضوابط وحدود شرعية؟ إذن هذه تحتاج إلى قراءة جديدة، لأن هذا الإشكال لم يطرح سابقا ولم يعرفه المسلم سابقا. إذن نحتاج إلى التحام فعلي للنص لكي نفعل النص من جهة ويصبح نصا حركيا حضريا مبدعا، وفي نفس الوقت أتيح لهذا القارئ أنه لا يبقى أسير، لا يبقى أسير الماضي وأسير اجتهادات الماضي. أسلافنا بارك الله فيهم يعني والأسماء كثيرة يعني فسروا وشرحوا لنا أسباب النزول وشرحوا لنا القصص القرآني وشرحوا لنا العبرة و لكن نحن ماذا نفعل؟ نفعل أننا نفعل وأننا نحدث، لكن عندما نأتي إلى التحديث لابد أن نفرق في المصطلحات. أستاذتي الفاضلة دكتورة نعيمة، هذا ما سيبينه الأستاذ خليفة ميلودي من خلال التفريق بين مصطلح التحديث والحداثة، ولكم أن تضيفوا عليه في هذا الباب، لأن لب هذا الملتقى ولب كل اللقاءات التي ستنبني على هذا الموضوع أسئلة التحديث في الفكر الديني في الفضاء الإسلامي تنبني على التفريق في هذين المصطلحين التحديث والحداثة. هو حقيقة هذا هو جوهر الشيء. أبدأ من مقولة للمفكر الألماني إريك فيل، يقول أن الخطأ في تاريخ الإنسانية هو خطأ في المفهوم، أي عدم الاتفاق على مفهوم مضبوط. الحداثة هي من ناحية المصطلح تعود إلى السياق الغربي، حتى لو عدنا معجميا نجد الحداثة هي إحداث القطيعة مع الماضي، وبالتالي لو عدنا إلى السياق الغربي في استعمال الحداثة في حد ذاتها سنجدها على أمرين، إما قطيعة تامة وإما قطيعة تسترجع الماضي. الجانب الفرنسي يقول أن هناك قطيعة تامة للحداثة، أي أننا لا نعود إلى الماضي تماما، وهذا ما يتزامن بوشلار حينما قال بالقطيعة الإبستيميولوجية أو القطيعة إزاء كل شيء، في حين أن الأنجلوساكسونية أو الألمان قالوا القطيعة، لكن ليست القطيعة التامة وإنما القطيعة أن نعود إلى الماضي كننظر له من الأعلى فقط، أي لا نأخذ أدواته. ولهذا حتى نجد المفكر الفرنسي تودوروف يقول من لم يتعلم درس التاريخ يقع في خطأ تكراره، هم يقرؤون الحداثة من هذا المنظور. لكن لو عدنا إلى السياق الإسلامي واستحدثنا في فكرة التحديث بدل الحداثة، لأننا لا نستطيع أن نحدث قطيعة مثل القطيعة الغربية، وهذا الخطأ الذي وقع فيه بعض المفكرين المعاصرين، ونذكر مثلا محمد أركون على سبيل المثال حينما أراد أن يأتي بالمناهج الغربية كما هي ويسلطها على التراث الإسلامي، وهنا وقع في مغالطة تاريخية، لأن ليس التراث الإسلامي هو التراث الغربي حتى نقرأه بنفس أدواته، ولكن علينا أن نقرأها بأدوات تتلائم مع تراثنا الإسلامي. لهذا قلنا بفكرة التحديث، حتى فكرة التحديث تختلف عن الحداثة، في أن قلنا الحداثة هي قطيعة مع الماضي، في حين أن التحديث هي 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 إعادة قراءة جديدة. حتى الفقهاء في حد ذاتهم ومارسوا التحديث من خلال فكرة أنهم لم يقوموا بفكرة التحديث في الأصول وإنما التحديث في الفروع، وأعطوا قراءة
قراءات جديدة متنوعة، وبالتالي نحن نقول تحديث الفكر الديني أي أننا لا نمس النصوص كما قال أستاذ بوعرفة الأصلية أو النص الإلهي المقدس والنص حديث رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب أن نعيد المنهج، لأن ما يخصنا الآن في التجديد هو المنهج، أي أن المنهج والأدوات التي استعملها الفقهاء أو الفكر الإسلامي عبر التاريخ لا يمكن أن تحل معضلاتنا اليوم، وبالتالي يجب أن نأتي بأدوات جديدة أو بمنهج جديد يحدث الأصل. لهذا استعملنا التحديث بدل الحداثة، فالحداثة تعني القطيعة في حين أن التحديث يعني التجديد، وهناك فرق في هذه الزاوية بين القطيعة وبين التحديث. شكرا أستاذ خليفة محمودي. أعود إليك أستاذ الأخضر، يعني أنت في البال، كنت أود أن أطلب منك كلمة إضافية في هذا الموضوع في التفريق بين المصطلحين، مصطلح التحديث والحداثة. تفضل. شكرا جزيلا. أنا ربما أختلف مع زميلي في ما يتعلق خاصة بما أسميه تحويل النقاش حول المصطلح بدل النقاش حول الغرض، وأنا أتبنى هنا المقولة الشائعة على مشاحتها في الاصطلاح، بحيث أن التحديث المطلوب سميه ما شئت، إحياء، تجديد، إصلاح، يجب أن نتجه إلى الغاية. الغاية وهي جعل ما نعرفه عن الدين من معارف مختلفة محينا، وكلمة التحيين تشير إلى جعل الشيء موائما لمتطلبات العصر. بالتالي أنا في اعتقادي، وإن كان ربما الأستاذ زميلي لا يقصد ذلك، فإن الذين يتحفظون على المصطلح فقط ربما يريدون أن يحولوا النقاش من نقاش حول تحقيق غايات ومطالب محددة نحو النقاش حول مصطلح، وبالتالي كل من يوظف مصطلح التحديث يسير في اتجاه غربي وغير ذلك. نقطة أخرى أختلف معه مع زميلي حولها هو مسألة المناهج. المناهج أدوات بحث، أدوات نظر، تنتقل وتسافر من فضاء معرفي إلى فضاء آخر، من ثقافة إلى ثقافة أخرى، وبالتالي تفعيلها مرتبط بفعاليتها في هذا الميدان أو ذاك، وبالتالي هي أدوات لا تختلف عن الأدوات التي نوظفها في المجال التكنولوجي أو في مجالات الاقتصاد أو في مجالات أخرى. من هذا المنطلق وبالنسبة للطرح أو الأطروحة التي قدمها مفكر الجزائري محمد أركون بحكم وجوده في فضاء ثقافي ومعرفي مختلف عن الذي نعيش فيه، بحكم احتكاكه بفلسفات وأطروحات في الجامعة الفرنسية، يتحدث في أطروحته نقد العقل الإسلامي عن مسائل كثيرة ربما تثير حفيظة الفكر الديني المحافظ، لكن ربما في سياقات أخرى لها نوع من المشروعية. وأعود إلى التحديث بذاته. محمد أركون عندما يتحدث عن التحديث يقول أن التحديث يتعلق بالوسائل العملية، كأن نحدث مصنعا ما أو خدمة عمومية ما، لكن الحداثة في جوهرها لا نستطيع أن نحصرها في ثقافة معينة، هي فعلا في التلقي الفلسفي والأدبي لها ترتبط بالغرب، لكن اللغة في أي ثقافة لها مصطلحاتها، والمادة هذه حادثة نجدها في لسان العرب، ومدلولات كثيرة يمكن أن تتسق مع ما يقصده فلاسفة الحدث اليوم. وبالتالي لا يجب أن نتوقف كثيرا عن مسألة الاصطلاح، لأن الغرض واضح، الغرض هو أن نجعل المعرفة الدينية والفكر الديني أكثر استجابة وملامسة لهموم المسلم المعاصر اليوم. أنا دائما أذكر رسالة في التوحيد، هل محمد عبده رأى أن ما قاله علماء الكلام في التوحيد خاطئا؟ لا، هو أراد أن يجدد الخطاب الديني عن التوحيد لعصره، وبالتالي هذه العلوم الدينية تحتاج إلى أن تتجدد. لم يستنفذ القول في المسائل التي يمكن نقول أنها أصول، لكن
تعليمنا للدين وللعلوم الدينية في عصر مختلف يحتاج إلى تجديد، وربما للأساتذة الكرام رأي آخر، وهذا أعتقد ما يشير إليه الأستاذ. أظن أن الأستاذ أبو عرفة لا يوفقك بعض الشيء في بعض الجزئيات في طرحك، فأحيل له الخد حتى ينقض ما ينقض ويكمل ما يكمل. الاصطلاح ضروري لأن المصطلح ابن بيئته، وهو مفهوم إجرائي وضع لغاية ما. سأعطيك مثال: المسلمون لما ترجموا الفلسفة اليونانية وأخذوا مصطلحاتها حدثت لهم مشكلة كبيرة جدا في العقل. سأعطيك مثال: عندما تأخذ أرسطو مثلا تأخذ المحرك الذي لا يتحرك، لا نقبله في العقيدة. عندما نأخذ الأسطقس، عندما نأخذ العلة الفاعلة والعلة المادة والعلة الصورية والعلة الغائية، ارتبطت بذهنية معينة. عندما نأخذ اللاهوت والناسوت مشكلة أكبر. فبالتالي هذا المصطلح هو ابن بيئته، فالحداثة لما ولدت من رحم أوروبي غربي تنويري، وبالتالي إذن هي مقولة الغرض منها أن تستعمل عقلك قدر الممكن من الاستطاعة بحيث لا شيء يعلو فوق العقل. وهذا الكتاب كتبه ميشيل فوكو سنة 1882 عندما تحدث عن خطاب أو رسالة التنوير لإيمانويل كانت. فبالتالي إذن الإسلام لا يقول بالحادثة هذه القاطعة الفاصلة بمعنى أن تؤله عقلك، وإنما لا، وإنما أن تستعمل عقلك وفق ما حدده القدرة الإلهية، لأن هو منحة إلهية، فبالتالي إذن يستعمل وفق إمكانية التي وضع الله سبحانه وتعالى. المصطلح ضروري أن يكون في العلم. ممكن أقول لك أن المصطلح يسافر أينما كان، في التكنولوجيا المصطلح يسافر، لكن في العلوم الإنسانية والاجتماعية ينبغي أن يكون هناك حذر من استعمال المصطلح. سأعطيك مثال بسيط: مصطلح ناندجان الأهلي، هل أقبله أنا كمسلم خارج أوروبا؟ لا أقبله، لأن كلمة أنديجان باللغة الفرنسية التي هي مصطلح وضعه المستعمر الفرنسي معناه المتخلف الملون. فبالتالي إذن أنا أشاطره، ينبغي أن يكون هناك تفرقة في المصطلحات حتى نتقدم. فولتير ماذا يقول؟ حدد مصطلحاتك حتى أتعامل معك وأتواصل معك. أنا معك المصطلح في العلوم الدقيقة والعلوم التقنية واحد، كي تقول لي الطاقة ولا تقول لي الكهرباء نتفق عليها. في التكنولوجيا كي تقول لي روبوت ولا تقول لي ماشين نتفق. لكن في الإسلام أعطيك مثال، أنا أعطيك مثال بسيط جدا: الله، مصطلح الله إسلامي محض. أنا عندما أقول قال ديكارت عن الله، هذا خطأ، أنا في رأيي خطأ فادح. إنما قال ديكارت عن الرب عن الإله، لأن الله مصطلح إسلامي خالص. لأنك لما تقول قال الهندوسي أن الله يعني الذي يقبله كان، أصبحنا هنا الله مجسم في بقرة. إذا لا يجوز لي أن أطرح هذا المصطلح وأقول أنه يسافر إلى الهند أو أوروبا، لا، المصطلحات ضرورية، ولهذا الفصل بينهما ضروري. التحديث معناه هي عملية تجديدية ضمن الفضاء الإسلامي الذي هو عبارة عن عنوان المقال. ثاني أستاذ، التجديد والتحديث معنى واحد؟ لا، ليس معنى. أنا الآن أستاذ في شرحك للمسألة وفي تعقيبك يعني أردفت أو جعلت التجديد مرادفا لنا. لم أرادف. لماذا؟ أعطيك مثال: لما تأخذ مثلا الأسد له 500 اسم، لهذا لي يعني أنني أقصد صورة من صور الأسد عندما أقول أسد. عندما أقول أسد فأقصد الصورة التي اللغة العربية أشارت إليه. عندما أقول الليث فهو يشير إلى الليث، عندما أقول الدرغام يشير إلى الدرغام، فهو صور مختلفة للأسد. الشبل هو الصغير، والورد هو الذي أكثر منه، والغضنفر هو الذي. فبالتالي لكل تسمية من الأسماء الأسد لها دلالة خاصة. حتى كذلك في الاصطلاح العلم الاجتماعي، فعلوم الاجتماع إذن ينبغي أن تكون لها مصطلحاته الخاصة. سأعطيك مثال بسيط جدا: المصطلح الأنجلوساكسوني يختلف عن المصطلح الفرنسي، ما كانش بينهم التقاء. بيكون ما قاله روجر بيكون ثم فرانسيس بيكون اعتبره ديكارت أنها مفاهيم غير فلسفية. لماذا؟ لأن المشارب يختلف، هذاك مشربه تجريبي والآخر مشربه تجريدي.
أعود لك السؤال اللي طرحته حول التجديد. أنا أعطيك مثال، لما تكلموا عن التحديث هنا عندنا صور صيغ صيغ كثيرة جدا. سأعطيك مثال، الإصلاح تحديث، التجديد تحديث، الاستئناف تحديث، والقطيعة تحديث. احنا عندنا تقريبا الآن الأطر المشاريع هي هذه المشاريع الموجودة. عن المفهوم الإصلاح جاء مع البعد، يعني محمد عبد كما ذكرت وافقك الرأي أن محمد عبد وجمال الدين الأفغاني، ولكن نسينا حتى هناك جزائريين كانوا قبل ذلك، مثلا عندنا حمدان خوجة 1834 كتب كتابا رائعا وطلب من العقل الإسلامي ككل أن يعيد التمظهر والتشكل، لأن هناك مفارقة بينه وبين هذا الغرب الذي أتى. يعني لما زار باريس، ولما زار باريس في رحلته افتتن بالحضارة الغربية، ولهذا هو اعتقد أن المشكلة هي المفارقة، أن هناك مفارقة بيننا وبين الغرب فيما تكمن. إذن إصلاح، لكن مشكلة الإصلاح أنها كانت مشكلة صعبة مع الطهطاوي ومع تصلح ماذا؟ يعني تصلح ما تم فساده، وبالتالي إذن أنك تتهم الدين، إذن تصلح ما تم فساده، هنا المشكلة. لهذا الرأي الثاني وهذا قال ما نقولش إصلاح حتى لا نقع في مشكلة، لأنك تقول لي إصلاح ماذا؟ معنى هنا فسودة. والمشكلة توقعت مع محمد أبي حامد الغزالي. أبي حامد الغزالي كتب إحياء علوم الدين، فكثير من الذين درسوا إحياء ماذا قالوا؟ أنه يقول أن الدين قبل أن يتفلسف فيه هو يقرأه كان ميتا، أي أن علوم الدين، يقصد علوم الدين ماتت، ماتت بالتقليد، وكان يقصد أنها ماتت بالتقليد، وأراد أن إذن إحياء علوم الدين. هو لم يستعمل كلمة تجديد وإنما قال إحياء، أنها تفيد إلى الموت. وعندما أقول إصلاح هو يفيد إلى الفساد، لكن عندما أقول التجديد ماذا يريد؟ التجديد هو أنك تضيف شيئا لم يكن في الدين أصلا، ليس في الدين كبنية لا، وإنما أصلا في الكفك الديني. ولهذا مثلا البناء يتجدد والإيمان يتجدد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل الناس كيف أصبح إيمانك، وكان هناك مقولة للصحابة جددوا إيمانكم، لاحظ جددوا إيمانكم كما تجدد أثوابكم. أنت لماذا تجدد ثوبك؟ لأنه يهترئ. كذلك ينبغي أن تجدد فكرك لأنه يتعرض لسيطرة العرض على الجوهر. أستاذ عبد القادر، مع هذه الإيضاحات الجميلة والمتميزة، قبل أن أسألك عن أشكال التحديث أعود إلى خليفة محمودي، الدكتور خليفة محمودي، حتى نستضح منه بعض الأشياء، ثم أعود إلى حضرتكم الكريمة لنتحدث عن أشكال هذا التحديث أو هذا التجديد. تفضل أستاذ خليفة. أنا تكلمت عن الجانب المفهومي ليس من المعنى المعجمي، كيف نستعمل اللفظ في صياغات متعددة، وإنما تكلمت عليه من الجانب الإجرائي. نحن عادة إذا قلنا الحداثة مباشرة نذهب إلى الجانب الغربي. كتاب تكوين العقل الحديث ويترجم العربية بصناعة العقل الحديث يقول فيه في الجزء الأول في المقدمة، يقول ككل شيء إنساني فإن الأفكار أو اللغة تكبر تنضج ثم قد تموت، ولأنها كائنة حية فهي تحتاج إلى بيئة تعيش فيها وتألفها. لهذا قلت يجب أن نستعمل التحديث بدل الحداثة، لأن بيئتنا الإسلامية تمشي بفكرة التحديث وهو الأقرب للنفوس. فما أشكال التحديث دكتور عبد القادر أبو عرفة مع حوصلة بسيطة لما تقدم في حوالي ثلاث دقائق؟ هو التحديث كما جرى في الملتقى، يعني كان المصطلح مختار جدا، منتقى بصفة أقول علمية، لأنه لو استعمل كلمة الحداثة كان تصير هناك مشاكل أخرى، يعني ونصبح في خبر من الناحية اللغوية لا يمكن أسئلة الحداثة، أسئلة الحداثة ما تجيش، لهذا قال أسئلة التحديث، يعني كان هو لهذا التحديث له صيغ. الآن نحن لدينا خمس مشاريع، أقول خمس مشاريع كلها مشروع أتى بصيغة من صيغ التحديث. الصيغة الأولى هي صيغة الإصلاح كما قلنا مع المجتمع، يعني البداية النهضة أو بداية النهضة مع ما يسمى بعلماء النهضة. هؤلاء قالوا أن الدين أو العلوم الدينية التي أنتجها الفكر البشري تحتاج إلى إصلاح، بمعنى إعادة ترميم، بمعنى كأنها كانت صالحة وتعرضت لفساد ما، وإذن علينا أن نصلح ذلك الفساد الذي طرأ. وهم كانوا يقصدون أن الفساد لم يكن في الأصل وإنما في الفرع، يعني هذا هو الجوهر. المشكلة كانت في الفروع وليست في الأصول، هنا المشكلة. لأن مثلا أعطيك مثال، أغلب الحروب الموجودة الآن بين العلماء هي في الفروع. ما هو الفرق بين المذهب المالكي والشافعي والحنبي والحنفي؟ هي المشاكل الفرعية
ليست مشاكل أصل. كلنا نتفق أن القرآن مصدر وأن السنة مصدر وأن الإجماع مصدر، ثم أضفنا له بعض المصادر البشرية مثلا كالقياس والمصالح المسلمة، ولكن إحنا عندنا المصادر الثلاثة هي موجودة. مثلا هنا لاحظ ماذا الشافعي قدم، حدث الدين عن طريق أنه وضع علم الأصول، وضعه في 20 قاعدة تقريبا، لكن هذا لا يعني أننا نقف عند 20 قاعدة. جاء علماء بعد ذلك أرادوا أن يضيفوا مجموعة من القواعد، فبالتالي أضيفت مجموعة من القواعد. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني هو الشكل التجديد لجامع القرن 19. ماذا نجدد؟ أي أن نجدد الفكر بمعنى أن نضيف عليه أشياء جديدة لم تكون موجودة سابقا، وعلينا أننا نضيفها لأنها يحتاجها الدين في معالجة الأمور. سأعطيك مثال بسيط جدا، يعني من سببي فقه الواقع، فقه الواقع وفقه النوازل مثلا. سأعطي مثال بسيط جدا. أبو زيد القيرواني دخل عليه تلامذته وهو مالكي، فوجدوه قد ربط كلبا عند باب بيته، فقالوا يا شيخ قد خالفت شيخنا. قال فيما خالفت الشيخ؟ قال إن الإمام مالك كره وجود الكلاب في البيوت. قال لو أن الإمام مالك كان في زماني لاتخذ بدل الكلب أسودا. لما؟ قال لأن الإمام مالك في عصره كان يترك الباب مشرعا ولا يسرق ولا يقتل، أما في وقت أنا فقد كثر اللصوص والقتلة، فإني أتقيهم بالكلاب. بمعنى فهم الواقع، الواقع تغير، هنا التجديد، تغير في الواقع. النقطة الثالثة وهي الاستئناف، يعني ظهرت لنا موجة أخرى. ما قال لك نحن لا نصلح ولا نجدد لأن فيها بعض الحمولة الإيديولوجية، ولكن ما نستأنف. بمعنى هم فكروا وصنعوا وكانوا في عصرهم علماء، يعني رجال تحديث، ونحن رجال. إذن ماذا نريد؟ نحن لا نجعل قطعة معهم، وإنما نستأنف مشوارهم ولكن بطريقة جديدة. أستاذ حمزة غير نقول غير الرابعة وخليك الرابعة. ما هي الصورة الرابعة؟ وهي أنهم جماعة الفصل، أن التحديث لا يتم بهذه الوصلية، وإنما ينبغي الفصل والريبتير، قطيعة طوطال، يعني قطيعة تامرة. هذا التيار هو قليل جدا، ولكنه يعتقد أننا إذا أردنا أن نتقدم ونحدث الفكر الديني أننا نجعله مثل النموذج الغربي. هذه السياقات تقريبا الأربعة. هناك سياق آخر لم أذكره، هو السياق الخامس، هو السياق العرفاني، هو الذي يعتقد أن التحديث لا يتم لا عن طريق الإصلاح ولا عن طريق التجديد ولا عن طريق الإسناف ولا عن طريق الوصل، وإنما عن طريق الاحتواء، الذوق، الاحتواء، أحتويه، وعندما أحتويه فإنني أجدد. هذا ما حاول بعض مثلا إمام مالك بن نبي رضي الله عنه، أقوله رضي الله عنه بصفتي الدعاء وليس حتى لا يفهم خطأ، يعني مشكلة الفروع. كل هذه الصيغ هي عبارة عن أدعية، دعاء، أدعية هو دعاء حتى لا نقع في يقول لك خالفت الأصل. لا، ماذا قال؟ قال أن نحن نحتاج اليوم إلى علم جديد، هكذا كتب، نحتاج اليوم إلى علم جديد يقوي الصلة بيننا وبين الله، وسماه علم تجديد الصلة بالله. دونك شوف هو كيف أعطانا شيء جديد، خصنا علم يقوي الصلة بين المسلم وربه، نسميه بعلم جديد. إذن هذا تقريبا الصيغ الخماسية. هذه حوصلة كل ما في الأسئلة لهذه الحلقة التي ربما أتينا إلى ختامها. أترك له فقط دقيقة واحدة حتى أختتم. أنا في الحقيقة الأستاذ أبو عرفة، يعني فيما يتعلق بالمصطلحات تحديدا، عندما نتحدث عن الإصلاح على أنه ادعاء بأن تم فساد، هل يمكن أن نواجه بهذا الكلام المقولة التي وردت منذ قليل المسندة أو التي تنسب إلى مالك بن أنس، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله؟ وبالتالي هنا دائما الاعتقاد بأن ثمة فساد يتعلق بالوضع، بالحالة التي يمر بها العالم العربي الإسلامي. ثمة مثال آخر أيضا من المجددين الذين ينتمون إلى الفضاء ربما الذي يلقى القبول في عصرنا هذا من مختلف الاتجاهات، اللي هو الإمام طاهر بن عاشور المجدد، في تفسيره وسمه بالتحرير والتنوير،
هل نستطيع القول بأن مفهوم التنوير هو مفهوم كانتي؟ هو أورد هذا المفهوم بدلالته ربما القرآنية، لأن النور مفهوم. سيكون إجابة على هذه النقطة في مناشط وفعاليات أخرى دكتور عبد القادر وعرفة. أظن أننا قد أتينا إلى ختام هذه الحلقة من أسئلة تحديث الفكر الديني في الفضاء الإسلامي، سياقات التبلور وأدوات المقاربة. حقيقة المشاهدين الكرام، كان نقاش جميل ومتميز بين كل من الأساتذة الأفاضل، الدكتور سباع الأخضر رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أشكرك شكرا جزيلا. عفو. الدكتورة نعيمة إدريس أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة قسنطينة، أشكرك شكرا جزيلا. دكتور خليفة محمودي رئيس قسم الفلسفة جامعة وهران 2، أشكرك كذلك على هذا النزول وعلى هذه الإضاءات وعلى إثارتك المشاكسات، فكان هذا النقاش والسجال. شكرا أستاذ الأجيال الدكتور عبد القادر بوعرفة أستاذ بجامعة وهران 2 مدير وحدة البحث. لعلنا نعود إلى هذا الموضوع في فضاءات أخرى إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كانت هذه إذن وقفتنا في هذه الحصة الخاصة أسئلة تحديث الفكر الديني في الفضاء الإسلامي، سياقات التبلور وأدوات المقاربة. أجبنا على جملة من السياقات، لعل في مقدمتها سياقات التجديد، الحديث عن إحياء أو تجديد الفكر الديني، تشخيص الواقع الفكري الديني في عصرنا من خلال بعض النماذج إلى آخره، إلى أن ألقاكم في فضاء آخر مثل هذه الفضاءات الشيقة والجميلة العلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.